أعزائي متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم كل خير. عاشت المملكة خلال الأيام الماضية على وقع تأثيرات موجة من البرد الشديد، انخفضت على إثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في أجزاء واسعة من شمال المملكة وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى. تميزت الموجة الباردة بانخفاض الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، وصلت إلى -7 مئوية في مدينة حائل تحديدا. أيضا تميزت الحالة بتساقط وتراكم الثلوج بشكل غير اعتيادي على مدينة رفحاء ومدينة عرعر وأيضا بعض مناطق الجوف. هذه الموجة الباردة يتوقع أن تنحسر اعتبارا من هذا اليوم ليبدأ تأثير منظومة جوية جديدة، حيث يتوقع أن تتأثر أو يزداد تأثر المناطق الجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي. يتوقع إن شاء الله تكاثر السحب الرعدية على كل من منطقة مكة المكرمة وصولا إلى منطقة الطائف وأيضا الباحة ومرتفعات عسير وأيضا بعض مرتفعات جازان. هذه السحب تمتد مع ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء وصباح الأربعاء لتطال جنوب المناطق الوسطى وتحديدا جنوب منطقة الرياض إداريا، ويشمل ذلك مدن مثل الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، ويوجد فرصة أيضا لامتداد زخات خفيفة من المطر إلى مدينة الرياض وأجزاء من منطقة القسم. هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.